مرحبا بكم سيداتي سادتي أصدقائي زملائي في كل مكان من هذا العالم. نحن الآن وصلنا إلى منطقة غوفي السياحية. منطقة غوفي هي بلدية تابعة لولاية باتنا، ولكن جغرافيا وتقرب إلى مدينة بسكرة أكثر. منطقة بين مدينة بسكرة وباتنا، منطقة الأوراس، وهي منطقة بلاد الشوية، يعني بلاد البربر والشوية كما تشاهدون. منطقة سياحية تتميز بمناظر خلابة وجبال، وهي عبارة عن سلسلة جبال الأطلس الصحراوي الممتدة بين بسكرة ومنطقة الأوراس باتنا. هذه سلسلة جبال الأوراس أو سلسلة جبال الأطلس الصحراوي. منطقة تتميز بقدوم السواح إليها من كل مكان في ربوع الوطن، خصوصا في العطلة في الأسبوع أو في العطل الأكاديمية. أنصحكم بزيارة هذه المنطقة غوفي.